كنت فاكرة إن بدر ده هيقف قصادي ولا إيه؟ تبقى غلطانة. بدر ده واحد من رجالتي. يعني صحيح ممكن تاخده الشجاعة ويفكر إنه يقف قصادي عشان يعمل راجل قصاد نفسه وإن مفيش حد يقدر يقف قصاده. لكن أنا بحركه بإشارة من صباعي وينفذ اللي أنا عايزه لأنه صبي من صبياني. عموما لو حبيت تمشي أنا مش هقولك لأ، بس خلي بالك لو خرجتي أنا مش هنسى إني خرجت من غير رضايا، وأنا ما بنساش. عموما أنا تحت، لو حبيت تنضم لينا يبقى شيء جميل قوي. أنت عارف أنا بعزك قد إيه، ونفسي يعني كنت أعلن ميعاد جوازنا. أصل أنا تحت عندي ناس مهمين قوي قوي، وكنت بتمنى إن ده يبقى يوم حلو وهادي وكله أخبار سعيدة. صحيح يا خالتي اللي بيقولوا الكلام ده؟ يا لهوي بالي، ولا كان يمانع عليه إنه يعمل كده؟ لا لا لا، انا كده اخد بالي منك. وش من انا؟ تبقي غلطانه، انا ما فيش اغبى مني في الدنيا دي كلها. ما تعرفيش ان نفسك يا حبيبتي، ولو عرفتها ايه اللي هيحصل يعني؟ سيبك انتي، انتي هتشتغلي معايا. ده وش؟ اه كده وش. انا خدت وديت لنفسي في الكلام اللي قلتيه كله، لقيت ان عندك حق، بس في حاجه مهمه لازم نخلص منها الاول. صوف مفيش غيره، الواد ده ملوش امان وهو اللي هيبيعنا في لحظه. طب قولي لي كيف وانا معاكي، انا عاوز اخلص منه النهارده قبل بكره. سيبينا من الموضوع ده بقى، نفكر فيه بعدين. مش تخبط قبل ما تخش ليه؟ داخل حمام ولا ايه؟ يلا حلوه انت وهي، عشان الباشا بيقول الحفله هتبتدي. عايز الباشا النهارده يحلب بالليله دي. وحياه زينات، ماما هي فين؟ ماما كانت قامت بالليله دي لوحدها، حكيم هي بتحب الليالي الانس قوي. يلا يلا انت تيجي ايه في ماما انت؟ سعيدة، ايه رأيك في المفاجأة دي يا حسن؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت تسألني انا؟ ده بيتي، دي نعيمة خطيبتي. وبدري؟ بدري يوهو، بدري ما خلاص طلقها. ايه ده؟ معقول يا حسن ما تعرفش موضوع زي ده وانت العمده؟ ايه يا ريم، ازاي العمده ما يعرفش اللي بيحصل حوالين منه؟ لا انا كده اقلق. لا اطمن، ما تقلقش خالص، حسن يعرف كل حاجه بس ما بيهتمش بالحاجات البسيطه. Man.
مين دي يا منى؟ دي يا باشا مراتي حبيبتي اكتشافي. عارف يا معالي الباشا؟ أنا عمري ما خليتها ترقص في حفلات خاصة أبداً، طول عمرها من الكباريه للبيت ومن البيت للكباريه. عارف ليه يا معالي الباشا؟ عشان أنا راجل قوي، بس عشان خاطر عينيك تنزلت. إيه؟ مالك؟ مش مبسوط ولا إيه؟ ده أنا قلت لما تعرف إن بدر بخ هتبقى سعيدة. ليه؟ ما أنا مبسوطة أهو، إيه اللي مش مخليني مبسوطة يعني؟ يعني مش شايفك يعني بتحكي كده ولا بتضحكي؟ لا لا مبسوطة. حسن شكله على نار وهيتجنن قوي. أنا كده مبسوط جدا، القلم كده ترد اتنين والتالت جاي يا أبو علي. غير عليك انت ليه؟ ايوه ليه؟ مفيش بيني وبينك حاجه، اللي بيني وبينك اتقطع خلاص. اللي بيني وبينك اتقطع خلاص. يبقى سيبني اعيش حياتي زي ما انا عاوزه، اعمل فيها اللي انا عاوزاه. انت ام ولدي. ام ولدك؟ ام ولدك تاخدها في حضنك، تضلل عليها، تخليها في حماك، تقعد تربي ولدك وتكبره، مش ترميها. واللي انت عملتيه؟ انت لو كنت مصدق ان انا اللي بعت ضنايا عشان ابعده عنك، كنت قتلتني. انت عارف ان سينا كدابه، وعارف ان كريمه هي كمان كدابه، بس انت مالكش مزاج. عاوز تخلص مني، عاوز تخلص من النقطه السوداء اللي دخلت حياتك ومش عارف تخلص منها كيف. مش هترقصي. البيه يزعل، واذا كنت انت مش خايف على زعله، انا خاف. انا غلبانه، مفيش وراي ظهر ولا راجل يحميني ولا حد يقفله. اخاف على زعله. يا كريم قولي لي ايه الاخبار اللي بتعمليها دلوقتي؟ والله نار يا اختي بتفرفر، والله نار.